طيب كابتن محمد، يعني ممكن يكون حد برضو بيتفرج دلوقتي، تمام، هي لعبه جايه لنا من كوريا الجنوبيه ودخلت مصر 4 سنه 74 والاتحاد اتعمل سنه 78 وفيها اقبال شديد، بس في نفس الوقت انا مش فاهم الفرق منها، بما ان احنا بنتكلم يعني عن رياضات الدفاع عن النفس، التايكوندو او الكاراتيه او غيره، فممكن نفهم الفرق ما بينهم اللي هي الالعاب القتاليه المختلفه؟ تمام. هو الفرق في التكنيك ده رقم واحد، رقم اتنين في نظام المنافسات. يعني التايكوندو هو بيستخدم القدم اكتر في البطولات، عكس الكاراتيه هو ايد ورجل اكتر في البطولات. احنا عندنا بومزة دي شبيهه للكاتا، فيها الايد اكتر، فيها القدم برضو لكن ايد اكتر، وده قتال تخيلي وليه بطولات عالم. الاوقيه بتاعتنا عشان احنا الحمد لله لما حبوا يدخلوا التايكوندو اولمبياد فشافوا ايه عوامل الامان، لان دي اول حاجه يطلبها الاولمبيات ان يكون في عوامل امان. فالتايكوندو عنده اوقيه كتير جدا كعوامل امان، دي اللي بتخليه يدخل الاولمبيات. الفرق ما بينه وبين اي لعبه تانية ان التايكوندو فعال اكتر، لان الفرق التايكوندو مطلوب ان انت تجيب قضيه بكل بايدك، ممكن ببانج واحد في الماتش ده حق ليك برجليك، لكن مثلا ممكن نتكلم لو اتكلمنا عن الكاراتيه في حدود للضرب، صح؟ فده الفارق ما بين اللعبتين.